يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشفاعة في الجاني إذا ارتكب جريمة قتل وثبت عليه الحكم الشرعي بالقصاص؟ هل يدخل الشافع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شفع في حد من حدود الله؟ لا، ما يدخل. هذا حق للمخلوق، القصاص حق لأولياء القتيل، فإذا شفعت عندهم ليسمحوا عنه يعفو عنه فهذا طيب، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف دون إليه بإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. أما حقوق الله جل وعلا فهذه إذا ثبتت عند الحاكم لا يجوز الشفاعة فيها، حقوق المخلوقين فلا بأس. نعم.